الجلسة الثانية جلسات نقاش اثنين راح تكون المجموعة الأولى حول أثر جهود التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي والأمن الغذائي راح يقدمها الأستاذ حازم الفقهاء. أثر اللي هي أثر جهود التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي والأمن الغذائي. تفضل أستاذ. صباح الخير يعطيك ألف عافية وصحة. وأنا بعد الضيافة أنا ما أحسن قبل الضيافة ولا بعد؟ لا إن شاء الله أنت وجودك دائما ملفت، بس حابب أحكي نقطتين بالأول. أولاً حملوني على صوتي إذا شوي تعبان طالع مرضى محترم. حلو قلت كلها يسعد قلبك. الشيء الثاني قبل أبلش، في إنسان صاحب فضل علي بحياتي لا أنكر فضله أبداً وساهم بتغيير شخصيتي قبل 18 سنة هو الدكتور محمد. إنسان صراحة مهما وقف كان واجد ربع ساعة 2006 بمادبة أنا واجد معي والله ما تحمس منك فكل احترام لكم. لأن ربع ساعة هيك أنا لازم جوز بالشوارع كانت تجي ناسا قاعد بشارك. طيب يعطيك ألف عافية. إحنا راح نحكي الجوانب شقين، شق طبعا الصوت راح بدون مايك. الشق الأول راح نحكي فيه بالاسلوب التفاعلي النقاش. اول حاجه اوضح شغله بسيطه، ما بدنا نطلع عن الاطار العام للموضوع باللقاء التشاوري، ما بدي اخذ الحوار كله للجانب السياسي. لا هون بنعد لمؤتمر، فاي معلومه تجي اي راي شخصي يحترم ويقدر. اخواتنا الصبايا هون بيحطوا ملاحظات عشان بعدين بالمؤتمر الكل بده يساهم ويساعد بهذا الموضوع. اي نقطه يمكن تحس انها عادية لا هي أهم، وأي رأي موجود هو رأي يحترم ويقدر ويثمن. أولاً راح يكون النقاش عبر موضوع بعض الأسئلة التفاعلية، هيك أفضل بصراحة. موضوع التمكين الاقتصادي. أولاً هناك فرقان بين التمكين والتمكين. المشكلة الرئيسية اللي عندنا جل البرامج الموجودة حالياً تعاني من خلط في المفاهيم الخاصة ما بين التمكين والتمكين. والتعريف الرسمي له في الجانب الاقتصادي، التمكين ما يأتي من البداية ومرتبط بشكل مباشر مع بناء القدرات. يا سلام، بناء القدرات. التمكين ما يأتي عند وصول إلى مرحلة ما والتثبيت. فلما والله بلاقي برنامج أنت مدرب 40-50 شاب وفتاة من لاجئين سوريين حتى أردن أو حتى شاب أردنيين، والله تمكين الشباب في مجال التطبيق انت مكنتهم سابقا، انت مكنهم سابقا. هذا يسمى التمكين الاقتصادي مش التمكين الاقتصادي. هذا المحور يتحدث عن موضوع التمكين الاقتصادي اي من البدايه. وراح استشهد بلقاء مع الاستاذ سيبا محفوظ المدير الاقليمي للامم المتحده الانمائي للدول العربيه. نعم. لا لا بقول لك انا المحور الاسم المحور اللي عندي تمام حكيت اسمي انا عرفت اثنين حكيت اسم المحور اللي عندي هو التمكين 100% من البدايه عشان ما نخربطش احنا لان انا واقعيا ما كنتش عارف. شكرا. فالان الاستاذ سيدنا محفوظ احدى الدراسات حكت بدي استشهد هذا المثال وقيس عليه انه في عندنا الاردن برامج التمكين الاقتصادي كان عنده بالامم المتحده عباره عن ثلاث برامج رئيسيه. الاول به كان باربد اعاده تاهيل كبل الكيدر، الثاني كان بيربد المفرق بالرمسه او الرمسه نكون هيك الرمسه تكون هذول كان ببعيد بها محافظات. دربوا 385 شاب وفتاه، فتحوا فيهم 80 مشروع، 30 دربد في 30 مفرق و20 بالرمسه. هل هذا مثال؟ هذا المثال يقاس. فأنا بس بالأول بس بدي أعطيه أنت صغير بعض الملاحظات عشان نبلش نناقش بشكل جماعي. أولاً أحد أهم أسباب فشل برامج التمكين الاقتصادي، تعرف شو هي؟
تعددية المراجع دون وجود مرجعية رئيسية واضحة ثابتة. يعني بالأردن في عنا مثلا اليو اس سي بيشتغل جهة، الدي ار سي جهة، الايو جهة، الورد بانك جهة، مجهة نفسها. تجي مؤسسة محلية اكس والله بدي اشتغل اليوم مع برامج التمكين الاقتصادي والشباب محافظة الكذا، بدي ادرب 100 واحد، تاخذ فند من هون ومن هون ومن هون ومن هون، الاصل 500 واحد، نكتشف انهم هم نفسهم 100 بمروا على كل المؤسسات، كل المؤسسات. هاي اللفه اللي بتصير هي قانونيه، نعم قانونيه، تقرير سليم وصحيح للدونر، وانتم اعرف مني واخبر بموضوع التقارير الرئيسيه صحيح، ولكن على الارض الواقع هل هناك فائده موجوده؟ هل هناك اثر وتاثير حقيقي موجود؟ عشان هيك برامج التمكين الاقتصادي المرتبطه بالمخرجات لا تكون ذات فعاليه عاليه، ولكن برامج التمكين الاقتصادي المرتبطه بالمنجزات هي ذات تاثير عالي. عشان هيك احنا بنعاني من موضوع تعدديه الجهات المانعه. يقول لك والله الاردن صرفنا العام الماضي اكس رقم من ملايين، عشرات الملايين في محافظه كذا، وعلى ارض الواقع هذه الارقام لو طبقت فعليا انا عايش باحسن الدول. فالان عدم وجود مرجعيه واضحه ثابته لمراقبه هذه الجهات المموله تكون جهه واحده يصب فيها الكل، هذا يؤثر بشكل كبير على برامج التمكين الاقتصادي. ثانيا احد اهم، انا حبيت شويه النقاش كان موضوع التدريب والتشغيل دكتور مندل. احد اهم اسباب عدم وجود منجزات حقيقيه في التمكين الاقتصادي في بالعالم شو اسمه LMA Labor Market Analysis تحليل السوق. هذا اذا غير موجود كيف انا بدي اقيس عليه؟ هل تعلم واحده المحافظات والله ما بزيد بحرف دربت 1200 شاب بهاي المحافظه على البلاط؟ على التبليط 1200 واحد بلاط عيش. شوفي بدنا نبلط خط صحراوي شو نسوي؟ انت الان باي حب تدرب اليوم يدرب على الخياطه، ليش الخياطه؟ ليفر ماركت اناليسيس سيستم عالي يقول لك يا عمي شوف الفرص المتاحه الموجوده واطلب على قدها، بدي 16 خياطه 6 ذكور 5 اناث، هاي المواصفات وتبني عليها، مش والله اهم شيء نحصل على الفند الموجود. وهذا ما يكون سيء بالنسبه للجهات الماليه الله يحق عليهم. عدم وجود معايير رئيسيه واضحه في موضوع مراقبه المدخلات الرئيسيه للمشاريع يؤدي الى الانفتاح، مش حاب احكي انفلات مالي، انفتاح المالي زياده. هذا الشيء يؤثر بشكل سلبي على السلبي. نسقط هذا الموضوع على موضوع الازمه السوريه اللي احنا هي بالاردن. في مصطلحين اليوم سمعتهم، واحد كان مزعج والثاني كويس. ابلش اول شيء بالمزعج، المزعج الاول انه هل الاردن بده يخليه هون عشان يستفيد منه؟ الاسد الكرام السوري هو مواطن عروبي، احنا كلنا عروبيين، شخص سوري عروبي. بس اذا انا اردني بطلع لبنان بشتغل لبنان، هل انا بدي استغل مني؟ لا، واجي على الاردن هان بهجره قسريه، مش بخاطره، ظروف موجوده. الظروف في نوعين من الظروف، احد الاشخاص يحول المعيق الى معين، واحد الاشخاص يجعل المعيق معيقا اكثر. الاشكاليه اللي صارت عندنا بالازمه السوريه بالاول، احنا نحكي اداره ازمات، وكان نحكي اللي اسمها ازمه ادارات. تعريف الصحيح اسمه ازمه ادارات. تعدد المرجعيات كل مره كذا 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 تفكير دون استعانه لاصحاب الاختصاص، جعل من هذا الموضوع كله حق التجارب. فاثر بعدين على الاقتصادي على الزراعي، يعني انا عندي الان شارع، هذا الشارع بيمشي عليه 100 سياره. أموره منيحة يعني كويسة. بتفاجئ إنه صار يمشي عليه 5000 سيارة. رغم عندي راح يكون فيها فعلي أزمة. وراح يكون في عليه تبعات. إذا الموارد موجودة. البنية التحتية ثابتة، لم تتغير. تحسنت نعم، ولكن لم تتغير. لم تطور بشكل صحيح اللي بيحاكي الواقع الحالي.
هذا الشيء يؤثر؟ نعم اكتفي مبدئيا هذا الشيء واترك النقاش. تفضلوا اي سؤال اي استفسار وخلي اغلقوا النقاش يكون عام بهذا الموضوع، جانب انساني والتنمو. بعيد عن جانب السياسه، تفضل تفضل. شكرين على المايك. صوتك في ايراع دمر. يعطيك العافيه يا حازم. يعني الاسباب اللي بتجعلني سعيد اليوم انك موجود في هذا المكان اللي صار من زمان ما شفته. بدي هيك اتسلم لغويا. يعني المواطن السوري والمواطن العربي مش عربي، مش بالضروره يكون عربي. بغض النظر يعني عن دينه وعن هويته وعن وهذا، اذا افترضنا صحة انه عروبي معنى ذلك انه لا يسعى للهجرة كما قال الدكتور قولا واحدا. وهو بنصير بجزئية من يعني بجانب من جزئيات تناقض بموضوع المشكلة والأزمة. احنا لليوم مش قادرين نوصف أزمة اللجوء السوري وصفا متفق عليه، مش محل اتفاق. احنا اليوم بالجلسة كل واحد فينا بوصف من جهته، هذا بالتقييم بيعمل لنا مشاكل. كل واحد فينا بيشتغل من زاويته. لما نحكي عن الجانب الاقتصادي والتمكين الاقتصادي وتحقيق الامن الغذائي والى اخره، برضه بنرجع لفكرة التخطيط الاستراتيجي. احنا اليوم عندنا خطة استجابة من وزارة التخطيط، لكن هذه الخطة لم تتحول إلى خطة استراتيجية وبرنامج تنفيذي واضح. بمعنى إنه احنا كل واحد بعده يشتغل على راسه بشكل أو بآخر. اليوم الدولة الأردنية انتبهت لموضوع الأمن الغذائي. إذا بنتذكر، لا بالعكس، أنا بشوف قبل أزمة أوكرانيا لما كان جلالة الملك يحكي ببداية أزمة كورونا إنه موضوع الأمن الغذائي كان بعده مش مطروح عالميا بوسائل الإعلام، لكن بكذا تصريح بكذا لقاء كان جلالة الملك يشير لفكرة إنه لازم ننتبه لفكرة الأمن الغذائي اللي بدت نواتها بمرحلة كورونا. بعدين إجت الأزمة الأوكرانية وسعت هذه الفجوة. أنا ما بعرف، دربوهم على البلاط 1200 ممكن وعلى الخياطة صحيح، بس أنا ما بعرف ولا مؤسسة بحثت عن الأراضي التي تصلح للزراعة واستثمرت في هذا المجال. أيضا ما بعرف ولا مؤسسة عملت بدل مشغل الخياطة مصنع مخبوزات بكل محافظة. ما بعرف ولا مؤسسة عملت مطحنة عشان تشجعنا شوي على الزراعة، وإنه والله زرعها كورتك طلع لك وهي روح. في جار إلنا سوري عنده مطحن صغير يطحن هالقمحات وخلي طحينك ببيتك مثلا. معنى ذلك إنه إحنا ما عندنا منظور بالملف الاقتصادي. بجوز نشترك كلنا بهاي المشكلة واللي مش موجودين هم. فأنا بعتقد إنه إذا بدنا نبحث بشيء تفصيلي لاحقا كيف نوحد مفاهيمنا وكيف نحدد أهدافنا وأولوياتنا. تذكر لما بدينا نشتغل بالمركز بمعية الدكتوراه قالت قبل ما نعمل، أنا رئيس قسم الدراسات والبحوث، قبل ما نشتغل أي بحث وقبل ما نشتغل وقبل ما نحكي مع أي حدا خلينا نفكر شو الأولويات البحثية اللي بمجال اللجوء علشان نشتغل ضمن اللي بيحددوه الناس. وجبنا كل الشركاء زي الموجودين اليوم إخوان، جبنا كل الشركاء وقلنا لهم كباحثين لو بدنا نعمل بحوث شو الأشياء المهمة. فجينا طلعنا ضمن 7 محاور بمجموعة من الأولويات البحثية وبدينا نشتغل عليها. اخذ منا وقت وبجوز ما نقدرش نكمل مشروعنا كامل لانه برضه الاداره بتتغير، لكن بدانا بنقاط محدده واضحه عارفين حالنا وين رايحين. فبتمنى انه يكون التخطيط او الشغل اللي بده ينشغل بناء على هاي الجلسات رايح بهذا الاتجاه. شكرا. لا شغله سريعه بس هي جوابا ممكن على اللي حكيته حضرتك. في منظمه اكتف بسنه 2014 وفي يو اس اي بالضبط. انا كنت شغال اصلا معهم واشتغلت 100%. ففي كثير منظمات. وين فهم؟ ما احنا كنا نحكي بالجلسه اللي قبليها هذا اللي حكيت انا فيه قبل بالجلسه، بندور على الامباكت يعني بندور على الاثر من 5 سنين واطلع. ما في شكرا. تفضلي دكتورة. الله يعطيك العافيه. سوري هيك الكروس اللي قبل شوي انا بدي افهم، عرفت علي؟ الله يسعدك.
احنا بدنا نقسم هاي الجلسه لثلاث قواسم مشتركه في الفرق، اللي هي جهود التمكين الاقتصادي، هذا قاسم كبير، التشغيل الذاتي قاسم كبير، والامن الغذائي قاسم كبير. بدي اربط هذول القواسم القواسم الكبرى في موضوع المؤتمر، لانه احنا جايبين الجلسه التجاريه. لو انا في المؤتمر وعندي هذا المحور في هذه القواسم المشتركه الثلاثه، ايش بعمل؟ خلينا نكون اول شيء بعمل سيرفي، بشوف شو جهود التمكين اللي انعملت من كل المنظمات من كل الجهات، يا بكوشنير يا سيرفي انسايت جوجل فورم اللي بدكم اياه. بعمل سيرفي محكم، يعني مسح ميداني محكم باي طريقه بدكم اياه. بشوف شو جهود التمكين، بشوف القواسم المشتركه الكبرى، شو القطاعات اللي صار فيها تمكين اقتصادي. هي اول كذا انتوا رح تعملوا باحثين يشتغلوا، فانتوا وجهوا الباحثين في البيبرز لهذه الطريقه. هي اول شغله. بعمل مصفوفه اسمها مصفوفه التمكين الاقتصادي، الجهه، القطاع، الفئات المستهدفه، اذا مده المشروع، التمويل والنتائج، ابرز الريزلت. تمام؟ بعمل المصفوفه هاي عشان انا اعرف وين رايح. أنا هيك بشتغل للمؤتمر. تشغيل الذاتي، هذه ريادة الأعمال، بشوف المشاريع اللي ركزت التدريب على ريادة الأعمال. بشوف وين المشاريع الصغيرة، في ضوء إنه إحنا المستثمرين ما إجوا على الأردن. الكثرة وين راحت؟ مصر وتركيا. الحلبية فكوا مصانعهم وراحوا لتركيا. تمام؟ والمستثمرين اللي عندنا طلعوا لمصر بسبب هم الشوام راحوا على مصر بسبب تسهيلات الاستثمار في مصر. باجي بشوف وين التشغيل الذاتي صار، اول شيء الكابستي بلدينج، الصناديق اللي دعمت التشغيل الذاتي، مين الجهات، مين المستفيدين وفي اي قطاعات. برضه بعمل بيبر على هذا على هذه القضيه في المؤتمر. القضيه الاخيره الامن الغذائي. الامن الغذائي مش بس يشتغل في زراعه. بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، لما صارت في موجة الحرب العالمية الثانية والتداعيات السياسية، شو طلعت فرمان؟ قالت كل حديقة منزلية يجب أن تزرع بما يكفي الأسرة. أنا هون بشتغل على الأمن الغذائي، بشتغل عليه على شغلات، يعني أنا بحكي لكم إحنا بالمركز عم نشتغل على الهدف الثاني من التنمية المستدامة اللي هو صفر فقر. صفر فقر. على ايش بنشتغل؟ بنشتغل مع مخيمات اللاجئين ومع منطقة صخرة، لأنه احنا 70-30، أنتم بتعرفوا كيف التوزيع. بنشتغل مع صخرة لأنها هي أحد جيوب الفقر اللي قررتها وزارة الداخلية، 25% فما أكثر فقر. والداخلية، لا هي الداخلية اللي بتقرر جيوب الفقر مش التخطيط، التخطيط بتاعت الدراسة لكن التخطيط هي اللي بتوزع. يعني أنا بريسايز في هذا الحكي، مديرة يعني مركز دراسات لازم أكون واضحة. هلا القضية انه احنا هلا عم نعمل سيرفي، عم نشوف وين اللاجئين اللي عندهم فقر حسب كوشنير يعد ويحكم وثبات وكل القضايا اللي بنعرفها في السيرفي. الشغلة الثانية احنا اقترحنا ثلاث اشياء للامن الغذائي. هلا في عندك صار في الاردن شيء اسمه بنك الطعام، سمعتوا عنه؟ بنك الطعام؟ بغض النظر انا ما مش عم بحكي سياسه، انا بحكي علم، معلش لو سمحت مين الجهات. بنك الطعام الفوائد بتروح لبنك الطعام، بس بدي احكي هالثلاث نقاط بعد اذنك، يعني يمكن اتس وورث لكم، لانه انا بصلب الموضوع عم بقول لكم شو تشتغلوا، كيف تستقطبوا الناس في البيبرز، وهذا صلب الموضوع اللي احنا جايينه، مش عم نناقش هيك هولان. هلا القضية الأخرى إنه أخذنا موضوع في تجربة ناجحة في عمان اللي هي الثلاجات اللي عند المساجد، إنه كل حدا بيحط الفائض تبع الطعام وإلى آخره، حطيناها كأحد الخيارات اللي يختارها اللاجئ نفسه إنه هل هي أوكي أو لا. زراعة الأسقف، الزراعة على السطح، الزراعة على السطح هذا أخذ الخيارات، والخيار الأخير اللي هي استئجار أراضي وزراعتها من قبل اللاجئين. وعطيناهم باخر كوشنير اضيف ثلاث خيارات انها تعتقد انها بتعالج موضوع الفقر عندك. فاحنا كناس علميين دعيتونا لجلسه استشاريه، الاصل انا مع احترامي لاخواني واخواتي يمكن اكون اصيب ويمكن اخطئ، الاصل انه احنا نفصل كل محور ونساعدكم انه وين انتم توجهوا استقطابكم
للابحاث عشان تكون هاي الابحاث ذات قيمه ومؤتمركم ينجح. اتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم. بس هو النجاح للجميع والجميع راح يكون شريك رئيسي بهذا المؤتمر. شكرا جزيلا. فحتى الجهود الخاصه بكل جهه موجوده راح يتم استثمارها بشكل صحيح ان شاء الله. تفضل. يعطيكم العافيه. بجوز انا بدي ابدا من حيث ما انتهت الدكتوره في موضوع الابحاث والدراسات في موضوع خطط الاستجابه لوزاره التخطيط. كل المشاريع اللي فيها التمويل السوري بناخذ عليها موافقه من خلال وزاره التخطيط وبتنزل على جرس. معلومات كلها موجوده على جرس بكل لواء بكل منطقه، حجم التمويل، عدد الاشخاص اللي تم تمكينهم ضمن تقرير جرس. بتقدر نحصل على كل البيانات اللي بنحكي فيها سواء كان في برنامج التمكين الاقتصادي او التشغيل الذاتي والامن الغذائي. بنحكي اذا كان في لجوء، بينما اذا كانت التمويل لمؤسسات المجتمع المدني بدون السوريين للأردنيين فهي موجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية. نقدر نأخذ كافة البيانات. جرس إلزام التسجيل، ممنوع أنفذ أي برنامج إلا ما أكون ماخذ موافقته من خلال رئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء لازم تنزل برنامجك على جرس بالمنطقة باللواء. يعني أنا مثلا في إربد عندي 15 مركز، 15 مركز باللواء، بكل لواء بتحطي قديه بدك تستهدفي، قديش المستهدف والنتيجه، حتى تقدري تحكي بناء عليه جرس عم بعطينا تقرير الاستجابه كم من شخص استفاد من البرامج. انا شوي بدي ارجع لموضوع التمكين الاقتصادي للسوريين سريعا. احنا جايين اليوم بجوز نناقش اكثر البرامج المقدمه للسوريين في موضوع التمكين الاقتصادي. حكى الاخ حازم انه على موضوع تحليل السوق، تحليل السوق وتحديد الاحتياجات. احنا مشكلتنا بنقدم البرامج، موضوع المتابعه والاثر كثير بتم التدريب، بس هل التمكين الاقتصادي هي عباره عن دوره؟ احنا في عندنا ناس خريجين بكالوريوس بكونش عندهم تمكين اقتصادي، فاحنا بنروح بندربهم، طب هل اعطيناهم كان في عند موازنه؟ كان في صور؟ فاحنا التدريب تبعنا مش روح على جانب معين وبعطي التمويل، طب التمويل الاسره اصلا ما عندهاش مصادر دخل، فللاسف اغلبيه المشاريع في موضوع التمكين الاقتصادي لما بيصير في تمويل للاسره بيتم انفاقه على المصاريف اليوميه، فلذلك التمكين الاقتصادي بحاجه لدراسه اعمق. وقديش الاثر اللي احنا بدنا نحكي عنه ومين بده يتابع بعد، لانه في النهايه جملتين سريعات اسمح لي. اضافه على اللي حكته الدكتوره، لمن ايدي بحت او بيور انه دائما بننفذ تطلع المخرج بنوقف، ما نروح على النتيجه ما نروح على الاداء بالضبط. واضافه كمان على الدكتوره بالضبط، اضافه كمان على كلام الدكتوره لما حكت كاباسيتي بيلدينج، كاباسيتي بيلدينج الجاب اللي مانعنا نوصل للتمكين وخلانا بالتمكين ما في كاباسيتي ديفلوبمنت مش بس صحيح 100%. شكرا لا صوت انا معي كمل لا لا جوز جوز الميكروفون جوز الميكروفون كملي هذا ما بعرفش صدقت هسه بس لانه احنا انا على فكره وصلنا بالضبط يعني نص ساعه ليش وقت لا بدون طيب يعني انت ذكرت نقطه جوهريه اللي هي المرجعيه وجهه واحده وحقيقه كلامك منطقي ودقيق 100% انه اغلب المنظمات بتيجي بتنفذ مشاريع وانا بضرب بذلك بالك مثل على جمعيه الكتاب والسنه اللي انا فيها الان بيجينا يو اس ايد او بيجينا عده مشاريع بدهم ينفذوا مشروع بيجي بيطلب هو مهتم هون المشكله انا برايي المشكله تكمن بالاشخاص اللي بينفذوا المشروع هو بهمه ينفذ المشروع دون النظر الى هذه الاسماء هل هي استفادت من مشاريع اخرى ولا وهذه مشكله كبيره لذلك احنا لما كانوا يجي عندنا يطلب مني 100 اقول له بدي اجيب لك 100 جهات ولا مش مشكله الجهات قدام فهو الخلل برايي ابتداء صار عند هاي المؤسسات اللي بتنفذ المشاريع اللي هي بتحاول بس بدها تجمع الناس وبدها تسوي رقم وبعد ذلك تنتقل النقطه الجوهريه اللي ذكرتها اخت قبل قليل احنا بنعاني فيها يعني اعطيك مثال احنا خرجنا لا يقل عن 5000 اخت سوريه موضوع الخياطة والتريكو كنا نسوي معهم شغله هي شغله يعني احنا ما بدنا نقيدهم فيها ولكن بدنا نحسسهم بالمسؤوليه كنا لما نعطيهم ماكينه السنجر على سبيل المثال نوقعوا على تعهد انه هاي الماكينه مش للبيع هاي باي وقت بترجع لي اياها وما حدا كان يبيعوها ليش؟ لانه يمكن في اخوه ذكروا نقاط جوهريه انا ما بقدر يعني عفوا هو بالنهايه يعني بده يعين نفسه اوكي هو بده يشتغل طيب ما في للمنتج تبعه تسويق بشكل جيد يعني انا برايي الموضوع بحاجه لدراسه اكثر حتى انا استطيع اني اوصل له الشيء المناسب وهو يشتغل مين الاكثر مهنه
بس عشان بدي أختم فيها، أكثر مهنة دربنا فيها لا يقل عن 7000 8000 أخت سورية وظلوا ملتزمات فيها، اللي هي تصفيف الشعر. هذه أكثر مهنة لأنه المواد تبعتها كانها رخيصة وإيش بدك يستخدموا فيها. شكرا سيدي. يعني خذي دقيقة منه بحكي. موضوع الاستدامة كثير مهم. لما تيجي مؤسسة مانحة بتحكي لك نفس البرنامج، المؤسسة المانحة ما بتفرض عليك، أنت اللي بتفرض على المؤسسة اللي أنت داخل المجتمع. لذلك إحنا لما بنيجي نشوف المؤسسات المانحة، إحنا اللي وجهنا المؤسسات المانحة في نوعية البرامج، في لها برنامج. بس راح أجاوبك مباشر، بس على جنب. تفضل تفضل. الحقيقة بالنسبة لموضوع التمكين الاقتصادي، التمكين الاقتصادي شعار حلو وكبير وبدنا دراسات وبدنا كذا، احنا ما عندنا بيئة اقتصادية واضحة في الوطن مدام ملكي. احنا لا بلد زراعي ولا بلد تجاري ولا بلد نفطي ولا بلد مش عارف ايش. احنا اصلا مش عارفين ايش الاتجاه اللي بناسبنا. احنا نستثمر في ايش؟ يعني انا لما تيجي دبي يقول لك انا بلد خدمات، يعني بتحبسنا انت؟ لا لا، بس صح. لما يجي دبي يقول لك انا بلد خدمات، بديش اشتغل في الصناعه. صحيح. خلص انا بلد خدمات. سنغافوره بلد خدمات. ليش انا طب انا هل الاردن بلد زراعي؟ سؤال كبير مش عارفين نجاوب. هل الاردن بلد سياحي؟ برضو مش عارفين نجاوب. لا، يجب ان نحدد هويه الاقتصاد الوطني الاردني، ثم بعدين بنسوي الدراسات هذه، الاحصائيات وما احصائيات ومش عارفين، هذا كله تحصيل حاصل، لكن احنا نحدد هويتنا. لا لا لا، مش تحصيل حاصل. ان شاء الله راح بيسعى. لا 30 ثانيه. خلي طارق يا حبيبي. والله عندي سريعا، الهوية الاقتصادية لما نحكي عن الأمثلة اللي حكاها الأستاذ، نحكي عن الهوية الاقتصادية العالمية الشمولية. لكن هذا لا يعني أن لا نكتفي من القطاعات الأخرى. لا يعني اني بلد صناعي معناته مش لازم اكل واشرب من اللي بنزرع بارضي، او سياحي. اسمعوني بس، او تعرفي صغير بس، تعرف في مشكله اخرى موجوده حاليا وهي طامه. مش انا رايي الشخصي طامه، مش مشكله. اذا حجاوبك على السؤال بعملك النقطه. اولا انا بيجي عندي احد اللاجئين مثلا بيتدرب على مهنه كذا، وكان لاجئ يبحث عن عمل، اتدرب اصبح لاجئ متدرب عطل عن عمل. يعني اصبح هو ممكن بهذا المجال وعطل عمل. وهذا بقودك لكلامي، وهذا بقودنا كالتالي، انه نسبه البطاله الحقيقيه والبطاله الاضافيه والبطاله الزايده هذا وين تروح؟ البطاله المقنعة. هذا مقنع عندنا احنا هون. هسه البطاله الزايده وين تروح هاي؟ فالان اصبح هو لاجئ مدرب ممكن وعطل عمل. ولا اصبح جديد من الشعر واللاجئ اللي جاب شويه قروش وبده يستثمرها ويشغل اللاجئين هربنا. وهذا على سمعنا اي تمويل بلا اهداف هو مشروع. اي تمويل بلا اهداف واضحه مشبوه. يعني الانظمه الماليه للتحويلات الماليه الخاصه بالمنظمات او الجمعيات قسمين، لا ثلاثه نوعا. ايش اسمه MT103/TOTO. اذا الاول قانوني كاش، الثاني غسيل اموال، والثنتين بيصبوا على المنظمات. الان بصفك التالي هذا مشبوه، لانه يقول لك انا اهم شيء بدي احول لك. اي تمويل بلا اهداف معلنه، يعني اهداف واضحه مشروع. كل جهه مموله لها اهداف خاصه بتمويلها. هذا اللي انا بحكي استاذي، انا بحكي مؤسسات لها برنامجها المحدد. هلا في بعض الجهات بتحكي لك انا اعطيني ايش حاجه في المجتمع. هل حاجه الاشخاص الموجودين بغور الصافي نفسهم حاجه الاشخاص الموجودين في عمان؟ التدريب التمكين هون بيختلف عن التمكين هون. طبعا انا كجمعيه ممتده ب 65
طب المحافظات كنا عندي 65 مركز، لما باخذ تمويل غير الصافي غير التمويل اللي اخذه المركز بالحسين، فالتمويل الاقتصادي هون بيختلف، بس الممول واحد، الممول عنده تمويل اقتصادي للاسر كلهم حسب احتياجه، عشان هيك لما حكيت دربوا 1200 في الطفيله تم تدريب كافه الشباب هناك على برنامج مش موجود في المنطقه، وانا معك عشان هيك ما بنفع ادرب الطفيله زمان والله 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 اسمحوا لي بس استاذ الدكتور اسمحوا لي بس استاذ صغير انا والله انا الناس اللي بحب اسمع كثير مفروض بعشق اسمع بس اذا تكرموا علي استاذ يعلم انه انا اعطي كل ذي حق الحق تمام فاحنا على فكره حنجوزنا الوقت بعشر دقائق اذا تكرموا علي تسمحوا لي بس ننتقل على اللي بعدها اذا تكرمتوا علي واي نقاشات نعم وكل بريك جاهز لاي نقاش حتى امور التحولات الماليه كان شوي مختصه شوي فيها شوي صغيره تمام فانا جاهز فيه ليش ما نستمر بنفس المنوال يعني الاختصار الانتقال من محور الى محور بدون التوقف والتمعن والتفكير الحقيقه بس هيك على بعضنا البعض فخلينا نستمر اسكت انا بدي احكي طيب تقريبا على اخر شيء تفضلت فيه اللي هو الشو اللي بنشوفه اللي انت بتدي وبتدربه بتعطي مهنه وبعدين بتطلع الى سوق بدون عمل بيصبح عاطل عن العمل ويصبح بالتالي يعني محبط ويصبح بالتالي اكثر خطوره طيب يا اخي اذا كان هذا اذا كان هذا في شيء من التعليم ولو ب10% الا يبرر طرح السؤال ما جدوى العمل الانساني ما جدوى الاستمرار بالعمل الانساني ما جدوى رفع الشعار التمكين الاقتصادي بحجه التمكين الانساني اليس لا يعني هذا بالضروره تكريس اللجوء وتكريس المشكلة السورية تعزيز المشكلة السورية تعظيم المشكلة السورية ليش ما الموقف الإنساني أن يأخذ منحى آخر بدل ما تدرب وتعطي واحد ويطلع خارج عن عاطل عن العمل فواحد من الأسئلة التي ينبغي أن تسأل ما جدوى ما هي الدوافع السياسية وراء التركيز على الجانب الإنساني شكرا ليش هذا السؤال ما يسأل؟ حضرتك تستفزك كملاحظات يعني لا حضرتك يعني العمل الإنساني قلت قبل كده مسيس والمانع هو صاحب الأمر ما قلت أنا سألت ما قلت أنا لا أصل الأحكام خلاص أنا مش أنا بتكلم عن نفسي أنا أقولها وأقف قدام أي جهة وأي حكومة وأول الله سبحانه وتعالى العمل الإنساني مسيس سئنا ما بينه والمانع هو صاحب القول والفصل سواء كان مانع عربي او مسلم او اجنبي او غربي عنده حاجه اسمها ثقافه المانع نحن نعاني منها عايزين تتخلصوا من ثقافه المانع اعملوا تكتلات اعملوا مراكز ابحاث ما المانع العربي والمسلم لا يؤمن اللي بتتكلم عليه ده لا يؤمن بالبحث ولا الدراسة ولا حتى التوالى ولا إخبار القدرات ولا التفكير المجتمعي يؤمن أكد شر بنايم وخلاص يعني من 2016 والسوريين بيقولوا لنا مش عايزين السلة الغذائية وأنا من الناس اللي تعبت من كتر وأقول إخواننا مش عايزين السلة لا لازم السلة الغذائية بياخدوا السلة اللي بتتكلم 60-70 دولار يبيعوا 20 دولار كل حتى في العالم لأن المانع بتاعنا عاطفي ما زال ما عندوش ثقافة العطاء اللي هو البناء في عطاء للإنفاق وعطاء للبناء وبالتالي لو احنا عايزين نغير ثقافة المانع لابد عندنا كتل لكن احنا مش مهمين بتوع الأبحاث انا نعمل كتل عندنا كده حاجة اسمها اللي هو اسمها كتل حرجة ما عندنا أفراد حرجين لكن ما عندناش كتل حرجة ما عندناش مراكز فكرية بيسموها think tank ليه بتصنفنا في المطارات وتصنفنا في كل حتة إن فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا لأن مجتمعنا مش قادر على أن يبرز هذه الأشياء وأن يعمل نجوم ويعمل رموز أنا آسف بس أما بالنسبة للنقطة الأخيرة
أنا بس بعتز أختي الحبيبة. تفضل. أنت الحبيبة. الله يسعدك، أنت الحبيب. لا 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 احنا جايين نسمع عشان ناخد كل انت بتتكلم عنه. يعني كان دكتور حديد مثلا من 2008 او 2005 كنا بدأنا نفكر نعمل منتدى الانساني. كنا عملنا 14 لقاء دولي في 14 دولة ولم نضع له اجندة، كنا فقط بنستمع لما يحتاجه انتوا كل اللي انتوا قلتوه ده والمعاناه دي وايه والنكد اللي انتوا قلتوا ده عليه. انت بتنكد مش كده؟ احنا متاكدين عليك. لا احنا عايزين ناخده عشان يكون هو ايه التوصيات للمستقبل. معانيني في هذا الاسبوع. انا بحب المعاناه بتاعتك. انا حبيب وحبيبه. دكتور شكرا. الحب الاخوي. شكرا دكتور. طبعا طبعا بس حتوقف بسرعه صغيره. الجلسه اللي بعدها تحديات وفرص عشان اقدر ادخل لها واربطها مع هذا الجانب في تمرين صغير. تمرين هيك مدته اقل من دقيقه. حازم المجموعه الثالثه انت كمان؟ لا يا اخي ليش ما تصير يعني ثلاث مجموعات خلص يعني نحاول نحط اطار عليه ونضل نفس النقاش السريع. اعطيني عضو امنيه ربع ساعه بس ربع ساعه اللي بس هو يتكلم. عضو امنيه ربع ساعه ركز معي. في تمرين عالمي اسمه اي ام اي انكريزمنت اكتيفيتي مدته اقل من دقيقه بس ممكن كل حدا يسوي الان معنا. بس بدينكم على الدفتر او على الورقه اللي عندك بتعمل لي هذا الشكل حرف اي حرف او اذا ممكن الجميع اذا تكرر. طارق دكتور طارق. لا معك دكتور بس اي او ها اشتغل اي او اي او بس عندكم على الدفتر بس لانه هسه راح اسالك بدنا نسمع I N O O عشان ما حد يحكي عنه. I يلا I لا ال I N داخل O O خارج. بس خلال 15 ثانية بدي الجميع يكتب كل شيء داخل القاعة هاي موجود تمام. كل شيء حاولت تكتبه 15 ثانية قد ما تقدر. الان يعني جوا القاع. نعم الان تحلم يلا اللي حاب. أربعة ثلاث اثنين واحد بس ستوب ستوب بس بس شكرا. تحت الأوم تحت الأوم كل شيء خارج القاعة هاي بس مش موجود هون. كرسي كرسي لا يلا سيدي. شو كل شيء خارج القاعة هاي بس مش موجود هون. سيارة يلا بس ستوب. يعطيكم العافية. اعمل لي بالله قلبك صمت سيدي مجموعة. قديش الاي قديش الاو عندك؟ والاو؟ لا اخذ 9 5 بس قديش؟ 9 5 9 اعطيني رقم ايو 5 جزء 14 5 14 5 شو بدنا يا جماعة؟ أنا. أي عندي 8 و 12 7 لا لا 12 7 في حدا هون؟ 3 5 3 5 ايش الخمسة؟ 8 3 3 ايش؟ ورقة هون 12 يعني 12 3 5 5 6 2 14 بالعاده نسمع مصطلح حلو بالعاده يقول لك التحديات وحول الفرص وحول التحديات والتحديات اللي كانت موجوده وحياتنا موجوده ها كل احترام
هذا المصطلح موجود اصبح تغيير شماعه كل شيء. وعندي تحديات يا اخوان، ما عندي تحديات والله ما بقدر تحديات. طب بدنا نجيب خبز تحديات. طب بدنا نروح على دار خالتي متاي تحديات. جوز خالتي توفى تحديات. خلص بعدين تحديات. في مصطلح اسمه فكر خارج الصندوق صح؟ بس خلي بس ثواني اذا ممكن بس. لا انا اسف، انا اسف. في مصطلح اسمه فكر خارج الصندوق. طب شو هالصندوق والله اللي تفكر خارج، ولا انا المصطلح اللي ارهقت اللي اذاني ارهقت ودي هذه العقول منه. كرييتيف ايديا، افكار مجنونه يعني قبل التصميم. هسه لما اقول لواحد انه غير المعقول من جوا القاعه هاي اللي المساحة اللي برا مالينها او المساحة هاي، انه هاي الموجودات هنا اكثر من اللي برا، مستحيل مستحيل. عشان هيك احنا يا جماعه نحط علينا شغلتين. الاولى خط وهمي يسمى تحديات، واحنا اذا بدي افكر فيه ما بقدر اصدم فيه مباشره، ما بقدر افكر وراه، صعب افكر وراه خاصه عندي تحديات. طب افكر حل خاصه عندي تحديات زي ما قال لي الشيخ تمام. لما صار موضوع التفكير داخلي خلص، انا حصل تفكير في هاي المناطق. لما صرت بدي اطلع لبرا عندي خطين. في ناس بيشتغلوا ازمه ادارات بمسك الخط من الاول، بيطلع شارع سياره شاحنه اشاره ضوئيه كذا كذا وصل. في ناس تفكر هيك برا. تحديات موجوده، اصوات تنسيز موجوده، شيء موجودات ما حدش ينكرهم. ولكن هل هي شيء رئيسي بالحياه؟ نعم. هل اقدر اتغلب عليهم؟ بالطبع بالطبع. لو ما تغلبوا عليهم ما كان ابائنا واجدادنا خلونا الان عايشين ببلد بقاعه موجوده نلتقي بهذه السوالف. سابقا كانت تحديات اكثر من مره، طب مليار اضعاف. واحد يقول لا والله ما كان في، لا في تحديات في تحديات. احنا الان قاعدين بقاعه كان هتلر يحلم فيها، يحلم فيها حلم. كان سابقا ايام صلاح الدين كان موجودين يحلم بالطاوله ما كان فيها. نفس الموضوع حاليا، قيس الحياه زي ما موجوده حاليا. الفرص والتحديات موجوده بشكل عام، موجودات. ولكن في ناس يحط شماعه، كل ما تحكي له شغله افتح الشماعه علق، ارمي علق 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 علق، وبعدين الى نفسه. نفس الموضوع السوري، دخلنا كل الفيلم هذا عشان بس نحكي عن موضوع الاخوه السوريين. هل هناك تحديات موجوده بيعانونها السوريين في موضوع البهم المؤسسي؟ طبعا. اذا ابن البلد نفسه يعانونها، كيف 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 اللي جاي يضيف عليها؟ طبعا يعانونها. انا برايي الشخصي ثلاث نقاط رئيسيه تتعلق في موضوع تحديات المؤسسيه والمهنيه. اولا عدم وضوح الرؤيه. انا شو بدي من اللاجئ؟ أنا شو بدي منه؟ بدي أدربه مكنه وشكله؟ ولا بدي أدربه مكنه في اللي قاعد؟ ولا أدربه مكنه وسفره؟ شو بدي منه؟ بدي أخذ تمويل. أنا شو بدي منه؟ بدي أخذ تمويل عليه. أخذ تمويل عليه، شو بدي منه؟ لا بدي أخذ تمويل عليه. مثلاً. تمام؟ أي شيء ثاني. هل هناك مأسسة بالعمل معهم؟ يعني مرجعيتهم بالقرار واحد؟ الجهات المالية اللي بتشتغل على السوريين. بحكم في عندنا سيستم برئاسة الوزراء عن طريق اللجنة المصغرة، كون السبع أشخاص بيعدوا السيستم بقسوه. ولكن هاي اللجنة المصغرة بتنظر فقط الاسم، المنطقة، عدد اللواء، الأسماء اللي موجودة تحتهم تعرفهم؟ لا. احنا بنحكي مش لجنة فنية، ما تعرف أسماء. يعني شو عندي مثلا؟ أنا حازم سوري جيت من سوري عدو، عندي خمس مؤسسات، لازم أقول خمس أشخاص مع خمس أشخاص. الآن ما في وحدة تقدم للسوريين إلا من خلال البطاقة الأمنية وعقد الإيجار. هم عندهم السوري لما بنتقل خدمته من عمال للطفيلة بتكون موثق إنه ماشي. أنا أرضي موثق. يعني لما تسلم فيها حق الدكتور 7000 وحدة تدربوا دور المؤسسة. أنا كأنا مراكزي أيوة. إحنا المؤسسة عندنا مشكلة في المؤسسات. هاي هي. أنا دربت 500 شخص بمعنى لازم أنا أبيه. بس خليني بس أوصل لك إياها. إحنا الآن حكينا في 7000 واحد تدربوا على ال على التجميل 7000 وحدة. يعني هو قديش بده المحافظة؟ كم محل؟ ما
كم محل؟ هذا مش شغله مسموح لي كان البيت شو بصير انت شو بصير؟ كان الهدف من تدريبهم هذول السيدات بعد ما طلعنا بنتيجه بانه نحن وقت عم نعطيهم اي مهنه او ندربهم على اي مهنه بدها تسويق وفي مواد انتاجيه عم تطلع ما في لها مجال التسويق لانه السوق الاردني هالقد. طيب حولنا على هذا التدريب، التدريب هذا له اهداف، الهدف الاساسي كان بانه من خلال دراستنا للسوريين اللاجئات وكانوا مضطرين يشتغلوا لانه زوجها شهيد او زوجها معتقل او زوجها غير معروف معها اطفال، اضطرت تشتغل بالبيوت. نتيجه شغلها بالبيوت تم الاعتداء عليهم بعدد كبير جدا وعن الاحصائيات. اتجهنا لاتجاه انه احنا ندربهم على التجميل بالبيت لهدف انه هي تضلها على اولادها وراس اولادها حتى ما تطلع برات بيتها، وهي الخدمه تنخدم بالبيت ويجيها وارد عليه. في منهم درسوا اولادهم. بس اسمح لي كلمه، انا عم بحكي هذا الكلام بلشناه بال 2012، احنا عم نحكي الان يعني احنا 11 سنه. في منهم درسوا اولادهم خلصوا طلاب جامعه، في منهم هاجروا والان بامريكا. وحده منهم اسمها ساره عملت مركز تجميل بامريكا عم تدرب تحت ايدها في الفلبينيات بيشتغلوا. وقلت قبل شوي احنا صدرنا من هون، مو المصدر هن منتج جماد، اسفه على التعبير، مش صدرنا كمواد لكن صدرنا خبرات ومهنيين وعقول موهبه بشر. بد ايوه بقى هذا 7000 هذول ما تتوقع ابدا انه هن ما استفادوا وفادوا. بس بعدين بس انا ما عندي الكار ما بيغني بيستر. بس خلي بس انت علمهم كار. هاي ثقافه المجتمع السوري ممكن. بس انا سوريه واشتغل. لا يعني حتى بس اوضح شيء بسيط، شيء بسيط بسيط. انا في بعض الدول، بعض الدول جاء ناس من برا شو عملت؟ عملت الا مي ليه بابا انا حلت السوق، شفت انه انا بشغلي ليش انا تعب حالي وعلى درويش. في شيء اسمه التجاره الالكترونيه اي كوميرس، بردوا شيء اسمه المدينه السحابيه، مبنى كامل سحابي. مش سحابي يعني مبنى سحابي كلاود، مبنى كامل هذا بيستقبل لغايه قد ما بدك اوبن شغل قد ما بدك، في شغل نعم، في دخل نعم موجود. انا كان القصد كالتالي، التجهيز بتاعك كويس، الخياطه كويسه، الطبخ كويس، بس انا اذا انا بدي اوحد التدريبات الموجوده لكل الناس موجودين، ما بعتقد راح تكون الاثر بالمعنى اللي بدي اياه. اسمعني دكتور بس انا خمسة وخمسة ما راح يكون اوحد صح غلط، حيصير في اشباع. الاشباع يساوي ركود السوق، فانت هيك بتخلق فرصه تدريبيه، بالعكس ثاني انت بتحرم حدا من الوظيفه. انا بدي اروح انا بدي اياه انه احنا بدنا نعمل تحليل سوقي الموجود، الدورات المطلوبه اللي بتعود بالدخل الموجود بالشكل الصحيح والحقيقي، مش والله شيء فيك ارقام موجوده تقرير وعبي تقرير وعبي لا. فانا كان قصدي 7000 هسه بتصفي عندنا، انا بدي ادرب 7000 كم حدا منهم اشتغل؟ 6000 اشتغلوا؟ مستحيل. بس طلبت عندها مهنه. يس عندنا. انا شو قصدي؟ شو قصدي؟ لو كان عندي تحليل سوقي مسبقا وتقول عندي 5-6 خيارات تختار شيء منها بضبط معها احسن لها مثلا بصير. ولكن انا ما بدي اوحد. حكيت قبل شوي مثال، والله العظيم هذا مثال، انا مقيم اسمه، انا مصور وانا مقيم. 1200 واحد مش سوري اردني سوري، 1200 واحد دربوا على التبليغ. لا والله العظيم، والله العظيم. بعدين شو بلا بعدين شو بعدين شو بعدين؟ 1200 مرتب. شو بلا اذا هاجر حيشتغل برا حيكون مرتبته مرتبة الدكتور. لا اذا هاجر. انا شفتهم ببريطانيا، لما كنت سوريين بيجي تطلبوا انت بياخذ 100 باوند على الساعه ليشوف لك على التمريض الصحي، هو سوري. طيب اوكي المهن المطلوبه برا، احنا اذا اشتغلنا عليهم هون مو هدفنا انه لازم يهاجروا، هو بده يهاجر هو حر، بده يرجع على سوريا يرجع، ولكن الفكره بانه انا بدي اشتغل عليه بمهن هو تفيده مستقبلا. انا ما بعطيه منتج، انا بعطيه سناره وبقول له صير. شكرا صحيح. بس اخر بوند بعدين بوصلنا لمرحله اصنع انت سناتك بايدك. أشكر. لا 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 الواحد بس مؤمن بشغله بحكيها بحكيها لا احنا على الارض، احنا اشتغلنا على الارض، احنا اشتغلنا من حابها، احنا اشتغلنا على الارض يعني ارض مطبقه التسكين مطبقه. بس هذا ملاحظه دكتور بدي قبل بس قولي شو النقطه الثالثه اللي المفروض تحكيها وداخل فورم بدون شرح يعني. انا مش راح اشرح، انا بس النقطه الثالثه انا بدي اخلط حكيت نقطتين، المأسسة الأولى كانت الفرص والتحديات، والثالثة عدم وجود المشاريع وخطط. أوكي الثالثة عدم وجود مشاريع وخطط
تكاملية. خلص بس هنسبح بس. إيش تكاملية؟ بس أشرح عشان بدي. لا لا بعدين بتشرح. أنا راح أنهي. بتكمل شرحك شوي. تفضل. أولاً اسمح لي أسجل تحفظ صغير بس. تفضل. في وصف غير علمي يعني بيعمل وصمة للمسيئة للمجتمع الأردني. نعتدي على السوريات في البيوت بشكل كبير. هذا مش صحيح أبداً ومرفوض يعني بضايقني. فأنا يعني برجو إنك تسحب هذا القول سيدي. إحنا. أحترم وجهة نظرك ولكن أنا بحكي من واقع عندي إياها موجودة ومدروسة وشغل عليهم سيدي الأردنيين شرفاء أصيلين. أنا ما قلت أردني أنا اشتغلوا بالبيوت ما حددت وين اشتغلوا. البيوت اللي اشتغلوا فيها إذا صار اعتداء فهذا بيمثل البيت ما بيمثل المجتمع. نعم أنا حكيت معلومة وليس ظاهرة. بس إخوان بس أنا حكيت معلومة وليس ظاهرة. أنا قلت ظاهرة. اسمحوا لي بس تقولي أعداد كبيرة. يعني اعتدي عليهم بشكل كبير والدراسة موجودة. هذا مش مقبول أبدا. مش هذا موضوعي مش هذا موضوعي هاي نقطة نظام بس اسمحني التحديات بين زمان والآن مختلفة في عنصر أغفلته مهم البيئة التي أفرزت الفرص والتحديات البيئة زمان ما كانت التحديات أكثر بالعكس كل ما تطور المجتمع الإنساني كل ما زادت الفرص فيه مصطلح بمعنى انه انا اليوم جدي كانت احتياجاته محدوده اصلا وتحدياته اقل جدي كان كل همه يزرع المطار ويحصد ويدرس وانتهى الموضوع اليوم ابني بده هذول الناس اول سنه كانت احتياجاتهم محدوده وبالتالي تحدياتهم اقل يعني شوي شوي لما تطور هذا المجتمع ولما زاد نسبة الاندماج أصبحت احتياجاتهم أكثر حكما تحدياتهم أكثر وفرصهم أقل وإيش المشكلة بالفرص؟ نفس الأسماء كانت تتكرر يقول لك أريدي خلاص أنا بدي أجاوبك لا يوجد قاعدة بيانات موحدة داخل الأردن اللاجئين السوريين بمعنى أنا جميع كتاب السنة لما بعطي طرف غذائي أو مدرب أو إشي أنا ما شرطت بياناتي مع جهات أخرى بالتالي هذا بخلي ازدواجية معروفة بس أنا هاي نقطة السبب هو إحنا تعاوننا بيننا مش إنه الداتابيز تعاوننا يا تعاون الأرقام اللي بتصرف وزارة التنمية الاجتماعية نفسه بيقولوا داعمينهم منظمات نفسه هاي المدربين صحيح وزارة التغذية بتعاون كل وأنا ما يحكي أنا خليني أحكي أنا وصندوق الأردني الحاشمي بالمفرق جيران بنقدم خدمات مكاني جمعية المركز الإسلامي إحنا يعني عندنا 65 فرع في كل منطقة في كل منطقة في جوار أحد الجمعيات الخيرية الأخرى بتقدم نفس الخدمات المشابهة في مشروع مكاني ممول من اليونيسف قواعد البيانات كل طفل مسجل بده يدخل على بياناتي إذا الصندوق الأردني وهو شاري مسجله طفل ياخذ الخدمة من عندها هلا في موضوع تدريب السيدات نفس الشيء هذه البيانات موجودة على بياناتي إحنا كجمعية مركز إسلامي أنا عندي أكثر من 500,000 مستفيد خلال السنة بالنسبة للإغاثة والصندوق والتقديم المساعدات الإغاثية نفس الشيء اليونيسف واليو ان اس سي ار في عندهم بصمة العين للأسماء المسجلين المشكلة في الجمعيات الخيرية أنا بدي لأن الصواد الأعظم بدك تقدمه خدمات مؤسسات المجتمع المدني. ما أنا حيت شرح عليه أنا مؤسسة مجتمع مدني. مؤسسات المجتمع المدني لما صار في ترابط بينه وبين الصندوق الزكاة وبين وزارة التنمية الاجتماعية وزارة التنمية الاجتماعية الآن من ضمن مشروع مكان وعطونا قائمة بأسماء كل اللي بتلقوا مساعدات نقدية لاستقطاب من ضمن مشروع مكان فهم صاروا موجودين عندي. وبطاقة اللي يأخذ فيها إيش معدل دخل كل الأسماء مستحيل. أنا عندي بيانات عندي أسماء أنا بقول لي بس أنا أنت اسمحوا لي بس شغلة صغيرة بس أولا التعميم بشكل عام دائما قد يكون بعض الإجابات اللي بتحكوها أو أنا أحكيها أو أي جواب العالمي قد يكون جواب خاطئ لهذا السؤال ولكن قد يكون جواب صحيح لسؤال آخر. مش بشرط يكون خطأ دائما. وصحيح جواب ثاني شيء في بعض الجهات تتحفظ على بيانات. مش الكل متعاون. مش الكل يعني مثلا أنت متعاون في غير عام مثلا غير متعاون حرم.
في بعض الجهات متعاونة، بعض الجهات غير متعاونة. عشان هيك موضوع تبني اقتصادي، تحديات الفرص، موضوع كبير جدا. عشان هيك كان له محورين. كمل فالان هذا الموضوع الان موضوع فضفاض واسع جدا، مصطلحاته عميقه وكبيره. النقاش فيه لو نظل انا وياك بس لو ظلنا كبير دائما راح يظل الموضوع فضفاض، بحاجه ليشبع. هسه انا بدي انا اشكركم بصراحه على ساعه وربع ساعه وربع انا حبسكم عليها الان، بس بدي احكي بعد. تفضل دكتور، تفضل دقيقتك. انا بس اعطي مثال على انه انا يعني كلامك بثمنه دكتور، ولكن انا بعطيك مثال على الايتام. الايتام اليتيم السوري، وانا بحكيها مسؤول عن كلامي، بتلاقيه مكفول من اكثر من جهه. من سنتين فقط احنا صرنا نعرف مين هي الجمعيات الاساسيه اللي محوريه اللي بتعطي كفالات الايتام، وصرنا نسوي زي براء الدين ونحكي له اختم من الجمعيه الفلانيه. ومع ذلك لسه امبارح بحكي انا، مع ذلك اكتشفت انه في جهات بتاخذ 350 و400 دينار وفي ايتام ما بياخذوش دينار. هذا لانه ما في خالص بيانات موحده. في اشخاص لهم كفالات شخصيه بتجي تحصيلات، فمعنى ذلك موضوع الدعم النقدي، موضوع الدعم النقدي موضوع ما في لا دعم لا في تنسيق. ايش الموضوع هذا؟ انتم جاي انتم مؤسسه حكوميه وبتنسقوا مع الهيئه، ماشي الامور. يعطيك العافية. وعندك إسهامات كثيرة، ولابد نحدد من هم أصحاب المصلحة. أنا مش هتكلم عشان كده، ولا مش هواجهكم، لكن أنا هسمع عشان أستمع منكم وأتعلم منكم. فمن يقول لي من هم أصحاب المصلحة الحقيقيين اللي إحنا عايزين نشركهم معانا في كل شيء؟ لأن دي مصلحتهم. في أصحاب مصلحة درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، خمسة، عشرة، إلى آخره. فمن هم اصحاب المصلحه؟ انا بالنسبه لي اللاجئ نفسه. اللاجئ، طيب مين ثاني؟ المانحين. تكتب يا شباب. مؤسسات مجتمع مدني. المنفذين. المنفذين. مكان التنفيذ. ها؟ مكان التنفيذ البيئه. مكان التنفيذ البيئه، مين ثاني اصحاب المصلحه؟ المورد. المورد او ال الجهات الحكوميه. ستيك هولدر. هم ما كل من له مصلحة في تنفيذ العمل، سواء لاجئ، المنفذ العمل، المانح، كذا. ولكن يجب أن نتذكر بأنه يعني ودائما تكون في البال بأنه من ينفذ وهو ليس مسؤول فقط ومساءل من قبل المانح، أنت مساءل أيضا من قبل المستفيد. صح. لأنه المستفيد مفروض أنه يستفيد من اللي أنت بتقدمه، مش لأنه أنت جاي على بالك أو ملاقي لك واحد بده يورد وإلكو كوميشن عليه وكذا. يجب أن تكون الاستجابة بناء على مصلحة المستفيد اللي هو الأساس. هو الأساس صاحب المصلحة الأول هو صاحب المال، احنا بنسميهم صاحب المال. فهي مجموعة يعني، مش انه شخص واحد. صح. بس اللي بنختلف عن الاستنتاج اللي قلتي انه صاحب المال. شو صاحب المال؟ لا صاحب المال محمد. اشرح. انا قلت ولا تقربوا الصلاة، بس اكمل باقي الآية. I love you. صاحب المال هو الفقير. هو الفقير ده فكري انا، وانا بروج له. صاحب المال هو صاحب الحق، وفي اموالهم حق معلوم، حق من ربنا سبحانه وتعالى. فصاحب المال مش المال. صاحب المانح هو اللاجئ والنازح والأرملة واليتيم والمغتصبة والنازح والشريد، ده صاحب المال بالنسبة لنا. وده لو انت بنتكلم على زي ما الدكتور محمد حيد قال أصحاب المصلحة كتير، فلو في بنقسمها نسب مئوية على الأقل 50% تعطى
لأصحاب الحقوق. إن إحنا عايزين نغير كلمة مستفيدين. المستفيد حاجة تعرف من المال مين؟ الموظفين، الجمعيات. أنا بس بتكلم عن فكري أنا. أنا أصلاً ليه فكر بحاول أنشره، واللي يحبه يحبه وما يحبوش ما يحبوش. بل حضرتك يعني أصحاب الحقوق اللي إحنا بنصرف مالهم على جمعياتنا. يبقى مين المستفيد؟ الموظف. ده اللي إحنا لازم إيه؟ وعشان كده الكلام اللي كنا بنتكلم عنه مع أخواننا اللي هم الأكاديميين بالذات. الأكاديميين قراء يعني أفاضل، ويؤمنون بتنظير كل شيء لكي يكون له مسارات مستقيمة. العمل المجتمعي عمره ما كان مسارات مستقيمة، كل يوم بيتغير على حسب التغير المجتمعي، كوارث كذا 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 إلى آخره. عايزين نستفيد منكم أنتم في إن إحنا نشوف مين هم أصحاب المصالح الحقيقيين اللي إحنا ممكن نشركهم. من زي ما الدكتور حالي كان بيتكلم يعني الparticipatory approach أو المشاركة المجتمعية بتبدأ بمين؟ بتبدأ باللاجئ أو النازح. أنا لا أحدد مسار أي برنامج إلا من خلال حاجة المرأة المغتصبة أو النازح أو اللاجئ أو المشرد إلى آخره. من غيرهم أنا قاعد في غرفة عادية زي ما في بعض الأخوات أو الأخوة قالوا، قاعد في المكاتب وما عنديش اللي بقصقص بجيب اللي السياسة العلوية زمان في أوائل الثمانينات والسبعينات والتسعينات كان بيجيلنا مشاريع يعني توب داون ابروتش من فوق لتحت كان بتفشل كلها فلذلك احنا دلوقتي بنتفق على مين؟ على أصحاب المصلحة الحقيقيين اللي بناء على عليهم هنبتدي نقيم كل أعمالنا إن شاء الله. حتى اللي عايز أتكلم في أصحاب المصلحة أنا قلت مش هتكلم كتير ما تجبرونيش إن أنا أتكلم، أنا مش عايز أتكلم. تفضل اسمح لك وبعدين بعد كده دكتور. الله يعطيكم العافيه. محمد الخطاب، انا مدير مشاريع وتطوير في عدد من المنظمات الغير ربحيه. حقيقه اصحاب المصلحه اذا اردت ابداهم بمنظمه غير ربحيه زي ما انت تفضلت وانا اتفق معك اللي تفضل فيهم الدكتور اللي هم الشير هولدرز. الشير هولدرز عاده بيكون هو الدونر المالح. خلينا نحكي إذا كانوا إذا أحد طبعا الآن الستيك هولدرز هو أي حدا له دايركت أو إنديركت ريليشن أو عنده يتفضل فيه أصحاب المصلحة، أي حدا له علاقة مع هذا المنظمة وهذا الاتجاه هو عبارة عن صاحب مصلحة، هو ستيك هولدر بغض النظر إن كان متبرع أو مستفيد أو عامل. وكل حدا له وهي بتنقسم لقسمين الستيك هولدرز، إما ماني أو بروفيت أو الفاليو. مين بياخذ هذه البروفيت المصاري زي ما تفضلت اللي هم المانجرز او الوركرز او الشير هولدر اللي هو الاونر. اللي بياخذ الفاليو هذا اللي هو الكاستمر او البنفيشري. اذا احنا في عندنا فقير هو بيتقاضى هذا المبلغ هو بياخذ فاليو فعليا قيمه من هذا المال اللي بيجي او من الخدمه اللي بتتقدم له. اضافه الى انه ممكن احنا نعتبر اي ستيك هولدر او اي شير هولدر هو ستيك هولدر بطنه every stakeholder هذا بكل اختصار. جميل. ولا إيه؟ يعني أنا أقدر ما ذهبت إليه إنه. نسأل جميعاً. ما ذهبت إليه أنا شخصياً. فيما يتعلق إنه اللاجئ السوري. أنا بتكلم على سوريا أو اليمن كم عموماً. أو أي لاجئ في أي مكان في العالم هو المستفيد. لا هو صاحب الحق. هو صاحب الحق. إذا كان الأمر بهذا الشكل فالمفروض الذي يقرر ما يحتاج هو صاحب هذا الحق. وهذا ما لا يحدث، هذا لا يحدث. هو المفروض أن يقرر يعلن الحاجة ذاته، ثم كيف تصرف له المخطط. قبل تصرف المخصصات التي تقدم من المانحين بغض النظر. نعم، تعرفها. والآن عملية كيف يقرر المفروض أنه يكون هناك في تنظيمات للاجئين في الأردن أو في لبنان أو في تركيا أو في أي مكان في العالم، وهذا غير موجود. ولذلك عملية
تنظيم هذه المساعدات إعطائها بأي شكل من الأشكال هي قضية متروكة على طريق تشيلي بعين الله تراتي. لأنه لا اللاجئ السوري ولا عنده تنظيمات تمثله حقيقة تقرر له يعني كيف يعبر عن هذه الحاجة وكيف يستفيد من هذه الحاجة في هذا. ولذلك في خلل هائل هون. أيوة. إحنا مش عمالنا بنعالجه هذا. يعني هذه الندوة لا تعالج هذا الشيء وهو أكثر أساسية. ثم لا تعالج شيئا آخر إنه حجم المساعدات التي تقدم بالرغم بغض النظر عن مصدرها. كم النسبة المئوية التي تصل في النهاية إلى اللاجئ السوري أو أي لاجئ آخر؟ هذا حزين، هذا تصل في حدها الأدنى. تذهب، لكن السؤال كمان أين تذهب وكيف تذهب؟ جزاك الله خير. أين تذهب وكيف تذهب؟ هذا إحنا تركينه هيك على طريق هذا. ربنا يبارك فيك. طب هنا ننتقل هنا وبعد نرجع لأخونا صاحب الأبحاث. احنا انا احب الابحاث. عملنا يعني مع كل مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر، ابتداء من مؤسسة تعيين، مؤسسة راف، منظمة الدعوة الإسلامية، قطر الخيرية، كل المؤسسات، ولا مشروع تم تقديمه لإخواننا بدولة قطر والكويت والإمارات والسعودية إلا بناء على دراسة ميدانية ما يحتاجه اللاجئ. وما بدي احكي اسامي المشاريع اللي احنا لم تكن تخطر في بالنا بنسبه 1%، ولما سوينا قراءه واستقراء مع اخواننا واخواتنا اللاجئين طلبوا يعني على سبيل المثال الطرد الصحي، احنا ولا كنا مفكرين فيه نهائيا. فلما جلسنا معهم شو اللي بدكم اياه، كنا نعطيهم اوراق ويكتبوا فيها. فكانت هاي المشاريع بناء على دراسه صحيحه وترسل للمانح، وانا بثمن المؤسسات القطريه كانت ما تبعت لنا مشروع، يعني ما تبعت لنا مبلغ انه نفذوه، لا، كانت بناء على دراسه ترسل من الاردن لقطر، كانت المؤسسات المجتمع المدني القطريه تقر هذا المشروع كما جاء. يعني اعطيك مثلا استجابه للحاجه، مثلا لما كان مخيم الركبان والحدلات كنا نبعت ايش الشغلات الضروريه بدنا اياها، لما كان في مخيمات عشوائيه نبعت ايش الشغلات الضروريه فيها. ففي مؤسسات انا حسب معلوماتي انها بتشتغل وفق منهجيه وما بتبعت المصاري الا بناء على دراسات. شكرا لك. جزاكم الله خير اخونا. عفوا بدون ما يتحاول الدكتور. لا هناك عشان تسجيل. عشان تسجيل. انا بحب حبك الله الدكتور. عنده كم كبير من الحب، يعني استخدم كلمة حب خلال الجلسة أكثر من مرة، فهذا مؤشر إيجابي. أو فائض من الحب. أنا أعتقد إنه طالب يعني من باب التعليق على الباحثين والبحار. أنت يعني حقوقهم حقوقهم مهدوء حقوقهم حقوقهم مهدوء. نعم. أو لا 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 طيب خليني هون يعني برضو أضيف على أصحاب المصالح اللي هم صناع المعرفة أو الباحث. صح مضبوط. هذا دائما ما بننظر لهم إحنا كأصحاب مصلحة. ليه هم أصحاب مصلحة؟ لأن المعرفة أو العلم وجد ليستفاد منه. صح. إحنا ما يعني اللي بيدرس بالجامعة أي مرحلة أو بالمدرسة أو بيتعلم مهنة أو الباحث الأكاديمي أو الشخص اللي بيبحث عن المعلومة والحقيقة والمعرفة في أي مكان مهما كان مستوى المعرفة، هو يبحث عنها لينقلها للآخرين. إذا أنت أخذت المعرفة بدون ما تنقلها فأنت يعني بلا جدوى ولا أهمية لمعرفتك. صح. تمام. فبالتالي الباحثون هم أصحاب مصلحة في كل القطاعات وفي كل الأزمات والمشكلات. أيضا بدي يعني ما بدي أقول أصوب لكن أوضح شغلة. مصطلح التنظير احيانا يؤخذ في غير مكان، ولو وحتى الفلسفه ايضا تؤخذ الى غير مكان، لكن انا بدي استبدل التنظير بالتأطير، والتأطير قابل للتغيير. بمعنى اذا تغيرت سمات المجتمع يمكنني ان اعيد التعريف وان اعيد وصف المشكله وان اؤطر هذه المشكله تأطيرا جديدا يتناسب مع المجتمع. اذا تأطير الازمه السوريه وازمه اللجوء السوري ببداية الأزمة اختلف اليوم عن الشكل الذي
نصف في هذه الأزمة. كنا نفكر بالأبحاث الإنسانية والبحوث الإنسانية والمشاريع الإنسانية، اليوم نفكر مثلاً إحنا بقسم الدراسات نشتغل بالمركز على كيف بيستخدموا السوشيال ميديا اليوم وقدي لها أثار إيجابية أو سلبية، قدي ممكن تغير أفكارهم، قدي ممكن تخليهم عنصر فاعل بمجتمعهم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وفي دراسة يعني إن شاء الله قريباً بتنجز. فإحنا يعني أصحاب مصلحة حقيقيين، وأصحاب المصلحة يجب أن يبحثوا عن الباحثين حتى تكتمل المعادلة. شكرا. طبعا أنا بأثمن كل ما قلته، أن أنا بؤمن بالبحث، أن أنا بأعاني معاناة شديدة أن أنا أجد ذا الدعم لمادي بورقة بحثية، وكأني أنا بدأ في ملقى ومطلعنيش موجود. لما ترجع الدكتور ريم شاطرة بتجيب للأبحاث بتمويل كويس. لا أنا بتكلم عن إيه؟ أنا بتكلم عن حقيقة واقعة. لما تيجي تتكلم عن بحث ودراسة يغفلوا عنها. صحيح. فلذلك أنا بس من التجارات المجتمعية حاضر إن في عندنا إحنا التزمنا بأسواء الحرارة. كان أكثر واحد من كلكم بتعانوا من أسواء الحرارة. أو فلسفة أسواء الحرارة. لكن بنشعل النور. لا وشغلوا المصانع. الفعل حلق معناها حاجتين، معناها برامج وتمويل. لكن في حاجات تانية في العمل الإنساني كنا اتكلمنا عنها احنا، اللي هي مين هيهتم بالأبحاث زي ما حضرتك بتتكلم، مين هيهتم بالتاريخ، مين هيهتم بالثقافة، مين هيهتم بالفكر، مين هيهتم بالمعرفة، اتكلم انا حضرتك، مين هيهتم بالإعلام، الإعلام مش هو الصور، الإعلام اللي هو بيغير الفكر بتاع الناس وبيؤثر لو حضرتك بتتكلم عن اللي هو الحقائق الحقيقية اللي نتكلم عنها. كل هذه الأشياء تغيير معذرة الكلمة دي عن كافة أو أغلب مؤسسات العربية والإسلامية، سواء مجتمع مدني أو سواء مؤسسات خيرية أو سواء إنسانية، تغيب عنهم تماماً. فلذلك الأخلاق إحنا ما عندناش زي ما تقول منزومة من أخلاق نضعها على الطاولة، المعيار الإنساني ما كتبناهوش. فلذلك واحنا منشغلين باطفاء الحرائق لابد فلولا نفر من كل فرقه طائفه يتفقهوا في الدين. احنا عايزين الطائفه دي يا تعال يا طائفه، روح يا طائفه. احنا عايزين الطائفه دي يعني علشان نشتغل الشغل الصح لو اتكلمتوا من الصباح الدراسات والابحاث. احنا الناس مش مؤمنه بالدراسات والابحاث، الناس مش مؤمنه بالتدريب والتاهيل، الناس مش مؤمنه بتبادل المعلومات. مصيبه، المعلومه مش ملك الجمعيه، المعلومه ملك المجتمع. صحيح. وللاسف احنا الاخوه اللي كانوا بيقولوا احنا المعلومه دي من حقك، لا مش من حقك، حتى مال الجمعيه بتاعك مش من حقك، لابد انك ايه اقعد شغلك في الجمعيه من اجل من؟ من اجل خدمه المجتمع. فالاولويه تكون لنوعيه الخدمات المتميزه التي سيقدمها المجتمع. فلذلك هنا احنا نريد عشان بس حضرتك انا طبعا منفعل ليه؟ لان انا مؤمن 100% باللي انت بتقوله، وبعاني فيه اشد المعاناه، ومؤمن ان في ابعاد اخرى الجهات الاخرى شغاله فيها، اللي اصبح عندها تمكين لمؤسساتها، لان هناك اصبح عندها مراكز بحثيه، مراكز فكريه، مراكز صناعه قرار، مراكز داخل الدوله وداخل المجتمعات ممكنه. فاحنا اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نعلم جمعياتنا انها جزء. يا اخوانا احنا مش عايزين نص المال، احنا عايزين 10% 20% للطائفه دي، لو في نفر من كل فرقه من طائفه، علشان تفقه في الدين مش معناه ان هو ايه الصلاه والصوم والعباده، اللي هو الدين اللي هو اسلوب الحياه بتاع البشر. يعني لما ربنا خلق سيدنا ادم وعلمه الاسماء كلها، الاسماء مش اسماء الشجر والحيتان والكلى، الاسماء اسماء برامج صناعه الحياه على كوكب الارض. كل العلوم. كل العلوم، الصناعه نفسها مش اسماء العلوم بس. كيف تصنع يا ادم اطر الحياه لكي يسعد البشر بها؟ فلذلك الملائكه مش عارفينها. الكلام ده مش كلام انا، كلام الشيخ الشعراوي وكلام محمد الغزالي رحمه الله عليه. انا بس بقتبس بس عشان ندعي ما ليش تاني بالنا، ادعي الشيخ الشعراوي وادعي الايه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه. فلذلك كلمه علم ادم الاسماء، يعني لما ننظر لان قراننا يعلم، قراننا في اقرا، واحنا لا بنقرا ولا بنتعلم ولا بنعلم. احنا عندنا مشكله، عندنا احنا شخصيه في تجربتنا الشخصيه ان احنا
ايه برضو انبئهم باسمك انبئهم ما يعني بعد كل المعرفه التي بعد ما علمهم لما كان مسحك قعدت انا فزيك نرجع مره اخرى يعني اخواننا يعني اللي العمل الانساني ابعاد احنا مش عارفينها مش عايزين نعرفها لكن لابد يا اخ زي ولابد يا دكتور محمد ودكتور سامي ان الطائفه دي لابد انها نمكنها ونقول لها انت ليك 10% او 15% من الفند بتاعنا علشان ترشدينا وتوجهينا زي ما اتكلمت في الصباح على 70% و30% انا بؤمن بها ايمان راسخ واعلم ان المؤسسات الكبرى والدول لا تسمح بهذا يعني ده معناه ان هم هيبتدوا يعالجوا القضيه داخليا ونبني كفاءات النازحين واللاجئين والمقهورين الى اخره الى اخره الى اخره من اول يوم الموضوع قال لك لا اول يوم انت بتتحرك انت المفروض في استجابه سريعه وفي ايرلي ريكفري وفي ميدل ريكفري وفي ليت ريكفري وعلي ريكفري ومحمود ريكفري وحسن ريكفري انت منهم؟ ده علي بوند ده اخو يمس بوند وانا هاني بوند ما انا شو اخت من مين بقى؟ الاخت عشان انت اسمك تبنى؟ اصل دي بنى طب ما تيجي تقف جنبي عشان انت بنى تخيل انا اسمي يعني انت عمي يعني انت بس برجع كمان احنا كنا بنحكي عن اصحاب المصالح احنا عاده في التنميه عم نحكي اكثر الفئات الاكثر استضعافا والاكثر هشاشه فهم بغض النظر من يكون قد يكون لاجئ قد يكون ابن المجتمع المحلي لانه في برامجنا الان عم تستقطب 50% مجتمع محلي و40% لاجئين و10% هي جنسيات اخرى فمعنى ذلك يجوز العباره اصحاب المصالح اللي هم الفئات الاكثر استضعافا والاكثر هشاشه بتمشي على كل المصالح. الشغله الثانيه زي ما حكى الاستاذ انه اي برنامج بيتم تنفيذه بيتم عمل جلسات تركيز مع الفئات المستهدفه وبيتم استقصاء البرامج منهم وتطويرها حسب الحاجه. جزء ازمه كورونا كانت هي احد الاحداث اللي صارت وغير طبيعه البرامج وبناء عليه حتى البرامج اللي احنا بنقدمها في التنميه اختلفت في طريقه التنفيذ. قبل كانت كل البرامج وجاهيه، اثناء ازمه كورونا تغيرت كلها صارت اونلاين ودخلنا بجوز في مرحله من المراحل يكون في نجاح فيها بغض النظر انه احنا ضمن الامكانيات الموجوده معنا كانت امكانيات بسيطه بس قدرنا نوصل لبرامج التنميه اللي احنا كنا نعتقد انها لا تنفذ الا وجاهي فقدرنا ننفذها من عن بعد خلال ازمه كورونا. بس اخدم حادي بادي سيدي محمد لا انا نازل كله على دي على دي على دي لا دي ولا دي لا دي ولا دي اختم بس بحاجه معلش هكون دكتاتور وانا دايما دكتاتور يعني انتوا ما حضرتونيش لما كنت انا دكتاتور كنت شكلي وحش قوي يعني دلوقتي انا بهزر احلى دكتاتور انا كنت مره معدي كده واحد سمع صوتي وكان في الحمام بيعمل ايه هو بيعمل ايه؟ عمل ايه على نفسه؟ شفت قد ايه الناس كنت انا بخوف الناس؟ في حاجه كده لازم نذكرها اللي هو الدعم النفسي. الدعم النفسي اصبح محور ما اصبحش مندوحه. ما اصبحش شيء نتزين به. حتى الاسر المستقره في مجتمعاتنا الحديثه قد يكون بعضها محتاج دعم نفسي. الزوج تشاكل مع زوجته قدام الاطفال وهكذا فاحنا الدعم النفسي لابد يكون متقاطع مع كل البرامج اللي احنا بنعملها سواء كانت انسانيه او تنمويه او تاهيليه بحيث ان يكون في المؤسسه او في الجمعيه شخص اما اخصائي اجتماعي او نفسي او بنسميه السايكاتريست والتاني اسمه ايه سايكاتريست سبورت اللي هو المنتل هيلث الحاجات دي كلها فدي حاجات اصبحت دلوقتي مش زي الاكل والشرب ها زي كل الحاجات دي كلها فده بس بختم بيه ليه؟ لان اصبح دلوقتي مهم جدا 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 ان نركز على ان احنا محتاجين نضع الدعم النفسي في برامجنا برامجنا للناس اللي هم يعني مثلا انا محتاج دعم نفسي وانا ما عنديش مشكله لا انا لاجئ ولا ناسق ولا حاجه زي كده بعاني من سرعه العمل في المجتمع من مشاكل كذا 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 محتاج فناهيك بقى عن الاخت اللي عايشه في خيمه واغتصبت او اللي خارجه من معتقل وللاسف كل المعتقلات اللي خرجوا المعتقلات
ينظر إليهم نظرة دونية، يعني بدون تفصيل. فما ينفعش. وأنا كده أختم وأشكركم، وأنا سعيد جدا جدا ومتمتع وطلعت فوق السماء دلوقتي. أنا قاعد على القمر فوق، قاعد على القمر ومدلدل رجلي واللي عايز يطلع لي. شكرا دكتور، يعطيكم العافية جميعا. احنا بدنا نروح بريك حاليا من نص ساعه، رح نرجع التنتين هون المطعم الطاوله تحت مباشره. غدا تفضل. تفضل يا اخي. الساعه 2:00 انا متاسف على